أعزائي الرياضيين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الرياضي الأسبوعي على قناة ميديا تي في، برنامج الماتش. شظايا قنبلة الفيفا اللي تفجرت قبل أيام ما زالت تتطاير، ملفات عديدة فتحت من جديد وفضائح أخرى تظهر يوم بعد يوم. المغرب لم يكن في منأى عن كل هذا الخرام، ففساد الفيفا يبدو بأنه هو من أجهض حلم المغرب في احتضان كأس العالم. تقارير صحفية عديدة وتصريحات لمسؤولين سابقين تؤكد بأن التلاعب هو اللي حول وجهة مونديال 2010 نحو جنوب إفريقيا. ملف الفيفا غادي يكون يعني في طليعة مواضيع هذه الحلقة، واللي غنسلطوا خلالها الضوء أيضا على آخر استعدادات المنتخب المغربي للمباراة القادمة أمام ليبيا في إطار تصفية كأس إفريقيا للأمم 2017. مباراة غتشكل أول ظهور رسمي للمنتخب المغربي رفقة بدو الزاكي. فبأي وجه سيظهر الأسود مع المنتخبات الوطنية؟ كذلك سنعرج نحو فرنسا للحديث عن المنتخب الأولمبي والهزيمة ديالو اليوم في المباراة النهائية في تولون الدوري الودي، واحتل مركز الوصافة بتشكيلة مكونة من لاعبين محليين. وفي ختام الحلقة غادي نوقفوا عند يعني هذا الخروج المخيب للرجاء من ثمن نهائي كأس الكاف بعد الهزيمة الثقيلة أمام النجم الساحلي بثلاث أهداف نظيفة. الرجاء إذن وبهذا الإقصاء يخرج خاوي الوفاض من موسم سيء للغاية. للحديث عن كل هذه المواضيع يحضر معنا اليوم في بلاتو برنامج الماتش المدرب المغربي فخر الدين رجحي. مساء الخير فخر الدين. مساء الخير الأخ جلال. معنا كذلك زميلين بدر الدين إدريسي. مساء الخير بدر الدين. مساء الخير بدر الدين. مساء الخير زميل فؤاد. مساء الخير فخر الدين. وأيضا مساء الخير جلال بوزرارة، وتحية لكل مشاهدين الكرام. يعني هذا الإشكال كان يكون عندي أنا ما بين فخر الدين وبدر الدين، فإذا بي يقع لي بدر الدين. فؤاد مرحبا بسي فخر الدين، مرحبا بسي بدر الدين أبو جلال، ومرحبا بالمشاهدين الكرام في الأمسية. هذه الحصة برنامج الماتش اللي يعني احتفلوا من خلالها بالموسم السادس والعيد الميلاد السادس لبرنامجكم، وعند يمكننا نشوفوا من نهاية هذه الحصة أقوى لحظات هذا الموسم السادس لبرنامجكم برنامج الماتش. نذكركم مشاهدينا الكرام أنه بإمكانكم أنكم تشاركوا معنا في النقاشات ديالنا عبر البريد الإلكتروني لبرنامج الماتش @mediantv.com، عبر صفحة الفيسبوك لبرنامج الماتش ولقناة ميديا تي في، وكذلك عبر رسائل قصيرة اس ام اس على الرقم 58 50. في البداية إذن بدر الدين الإدريسي، يعني زلزال الفيفا بدا يوصل يعني للمغرب، وتقارير صحفية كتكلم اليوم على ان المغرب هو من فاز يعني سنة كان 2004 طبعا. كان هناك يعني الاجتماع واختيار جنوب إفريقيا لاحتضان مونديال 2010، أول مونديال كتحتضنه إفريقيا. بطبيعة الحال بحال اللي قلتي جلال، أنه كان هناك زلزال مدوي، زلزال ربما هو اللي رافق انعقاد الجمعية الواحدة وستيل الجمعية العمومية ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأيضا كانت هناك فيما بعد هذا الزلزال هزات ارتدادية قوية جدا في أعقاب استقالة جوزيف بلاتير من منصبه كرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحيث أنه بدأت تتداعم مجموعة من القضايا، قضايا مرتبطة بالفساد، وكأنه هناك أشخاص كانت ملجمة أفواههم، وبعد سقوط جوزيف بلاتير يعني تحرت هذه الأفواه من معاقلها، وبدأت الكثير من التصريحات القوية جدا التي تقول بوجود الكثير من ظواهر الفساد. نتكلم على النقطة اللي كتهمنا اليوم، أقواها بالنسبة ربما للمغرب. طيب، هناك صحيفة ساندي تايمز البريطانية اللي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل وقالت بأن المغرب هو من فاز وتم التلاعب
التلاعب بهذه النتائج وتعتمد على تصريحات مسجلة لعضو في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم سابقا، يعني باهامجي رئيس جامعة بوتسوانا لكرة القدم، والذي استبعد من مقعده كنائب كعضو ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد ما تبت تورطه في بيع تذاكر ديال كأس العالم 2006. فإذا أعتقد أن هذه القضية كانت قضية قديمة جدا، وربما كنا وضعنا الأسبوع عليها وقلنا في وقتها على أنه المغرب سلب منه تنظيم كأس العالم. صحيح أن تنظيم كأس العالم في جنوب إفريقيا كانت تقريبا صفقة قد تم التوقيع عليها بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وبين ألمانيا عند التصويت على استضافة ألمانيا ل 2006. الكل يعرف على أنه في السباق الأخير كانت هناك ألمانيا وجنوب إفريقيا، وبقدرة قادر يعني أصبح عضو فاعل داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو نيوزيلندي أصبح مفقودا بحيث أنه خرج ولم يعد، وبالتالي خلى الجو لألمانيا لتنظم كأس العالم 2006. وآنذاك أخذت جنوب إفريقيا وعدا بأن تنظم الدورة التي تليها، بدليل أن الاتحاد الدولي لكرة القدم وجوزيف بلاتر على وجه الخصوص أبدع وقتها نظام المداورة وقال على أن كل القارات نظمت كأس إفريقيا الأمم إلا كأس العالم إلا القارة الإفريقية، وبالتالي أقر نظام التناوب ليفسح المجال أمام جنوب إفريقيا. ولكن مع ذلك المغرب دخل منافسا قويا واستطاع أن يقلب الكثير من الموازين. وليلة التصويت هناك من كان قد أكد على أن المغرب كان يملك 13 صوتا وكانت جنوب إفريقيا تملك 11 صوتا. بعد منتصف الليل اختفى رجل عن الأنظار، ذاك الرجل هو جاك وارنر الذي كان يرأس الاتحاد ديال كونكاكاف وكان يملك القدرة لإعطاء ثلاثة أصوات. هذه الثلاثة أصوات هي التي سحبت من المغرب في اللحظة وأعطيت لجنوب إفريقيا لتفوز جنوب إفريقيا ب 14 مقابل 10. ما يؤكد هذا الكلام هو أن وارنر اليوم محاصر أو متابع في قضية تحويل مبلغ قدره 10 مليون دولار، قيل على أن جنوب إفريقيا منحته للكونكاكاف لتطوير كرة القدم في الكونكاكاف. لماذا تمنحه في هذا الوقت بالذات؟ شنو هي الأهداف؟ شنو هي الغايات؟ والأدهى والأمر أن هذا المبلغ تم تحويله بطرق غير مشروعة، بحيث أنه لم يذهب رأسا إلى منظمة الكونكاكاف أو اتحاد الكونكاكاف، بل ذهب إلى جيب وارنر وإلى جيب رفقاء وارنر. وارنر الذي يتوعد وقد ثبت عليه هذا التورط، توعد بأن يطلق كل الشهب النارية وأن يعري الكثير من الحقائق الأخرى التي ننتظرها. في نهاية الأمر ثبت بما لا يدع مجال للشك على أن المغرب سلب منه تنظيم كأس العالم 2010. احنا كنا عشنا يعني كاملين هاد ملفات ترشيح المغرب، وبخصوصا ملف ترشيح المغرب لمونديال 2010 واجتماعات في زوريخ في الفيفا في عام 2004 لما تم يعني إعطاء شرف تنظيم هذا كأس العالم، والكل وعشنا يعني الساعات الأخيرة الساعات العصيبة لما كان الكل كيقول بأن المغرب هو من سينظم هذا المونديال، وفجأة يعني تغيرت الأمور. فؤاد، الصحيفة إنجليزية جات اليوم بهاد يعني الأخبار وبالحجج كذلك، لأن هناك تسجيلات صوتية كدل على أن المغرب هو من فاز، ولكن الفيفا ربما مشات لاختيار الجانب الجنوب إفريقي لأن كانت هناك 10 ملايين دولار فوق أو تحت الطاولة. نعم، ويعني هي كانت هناك يعني تصريحات لأدلى بها باهامجي مع في مكالمات هاتفية مع إعلاميين من هذه الصحيفة البريطانية، ومنذ 5 سنوات كانت الصحيفة يعني أشعرت الفيفا بتواجد هاد المكالمات وأعطت الفحوى ديالها، وكيف أن باهامجي يعني شرح وصرح واعترف، اللي هو كان عضو في اللجنة التنفيذية ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعترف بأنه يعني ليلة التصويت قال بأن المغرب هو اللي كيتوفر على عدد الأصوات ديال 13 باش يقدر يحرز على شرف تنظيم كأس
العالم، وان جنوب افريقيا حينها كانت كتوفر على 11 صوت فقط. وربما في تلك التصريحات هي اللي جعلت ربما ان جنوب افريقيا لما استشعرت الخطر، وحنا كنا كما قلتي جلال يعني ثلاثه كنا متواجدين في زيوريخ في تلك الفتره، كان هناك تفاؤل كبير من قبل اللجنه المشرفه على وضع ملف المغرب لتنظيم نهائيات كاس العالم، وبطبيعه الحال كان جاك وارنر هو العنصر ربما المحوري في هذه القضيه كما ذكر بدر الدين، في ظل ان ربما الان الامور كتضيق على 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 هذا الشخص والاتهامات يعني منذ ان تم تفجير هذه الزوبعه ديال الاتهامات الموجهه لمسؤولي الفيفا وتورطها في العديد من 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 الفضائح. ربما هذه الزوبعه لم تكن زوبعه في فنجان وانما زوبعه حقيقيه ربما ستست يعني من خلالها ربما غنتعرفوا على العديد من من الحقائق. جاك فارنر اللي حسب يعني رئيس الجامعه المصريه لكره القدم حينها قال بانه اقترح على الجامعه المصريه انه تدفع 7 ملايين دولار مقابل 7 اصوات ديال اللجنه التنفيذيه، ويبدو ان الجانب المصري رفض هذا المقترح ديال التلاعب بـ يعني بـ بالاصوات. جاك فارنر ربما اللي نحن نقدروا ننتظروا منه انه يعني يكشف لنا على كل الخبايا وشكون الاشخاص المتورطين في هذه القضيه. يبقى الان التساؤل المطروح والتساؤل الشرعي، وهو كيف سيكون يعني رد المغرب بالنسبه لهذه التهم الموجهه لجاك فارنر، وايضا كيف ستتعامل يعني الفيفا مع هذه التصريحات، ومع اذا ربما كان نترقبوا جلال اعترافات من فارنر، لانه ربما غيحاول انه يجر معاه مسؤولين اخرين لو ما يقدرش يمشي هو فقط للواجهه، ربما ننتظروا انه يجر في يعني معاه في يعني في الجمله ديال الاتهامات اشخاص اخرين من اللجنه التنفيذيه ديال الاتحاد الدولي لكره القدم سواء الحاليين او اللي كانوا في تلك الفتره. فؤاد وبدر الدين، يعني تم جر وجر اسم المغرب في هذا منذ انطلاق يعني هذا المسلسل ديال الاتحاد الدولي لكره القدم في هذه النقطه ديال اليوم وهذه التصريحات ديال ساندي تايمز، وكذلك بتصريحات كذلك تشوك بلازر يعني العضو في المكتب التنفيذي للفيفا، العضو الامريكي اللي هو يعني الرجل المحوري في هذه التسريبات في هذه المتابعه ديال الاف بي اي لمسؤولي الفيفا، وقال بان كانت كذلك محاولات من الطرف المغربي لتقديم رشاوي للحصول على المونديال. وقال هذا لانه تعلق الامر ب 1998 لما كان المغرب ينافس من اجل نيل شرف تنظيم هذه الدوره التي آلت في النهايه الى فرنسا، وكلنا يعرف ذلك. نعتقد على ان الاتحاد الدولي لكره القدم لما ثبت وجود هذا الرشاوه وهذا العمليه ديال الاختلالات الاخلاقيه اللي هي اللي زلزلت الفيفا، كنعتقد على انه كان محورها عنصران اثنان لا ثالث له. هما العنصر الاول يتعلق بحقوق البث التلفزي التي كانت يعني تفوت لكثير من القنوات الاعلاميه، وهنا فين دخل نظام التشفير اللي كي تعتبر بالنسبه للجميع حكم باعدام فرجه كره القدم على مستوى كاس العالم. كنعتقد على انه هذا الامر ديال بيع الحقوق النقل التلفزي وايضا اسناد تنظيم كاس العالم لبعض الدول هما الحالتان اللي عرفوا هيمنه هذه الممارسه الأخلاقية أو الممارسات الشادة اللي كان أعتقد على أنه ستسقط حقائقها تباعا، وسيتبين على أنه هذه الفيفا اللي هي في النهاية منظمة غير ربحية وتتوفر أو تحتكم على هذه الملايير وعلى هذه القيم المالية، وأيضا على هذه الصفقات الخيالية اللي كتعقدها مع المستشارين ومع الرعاة وأيضا مع الناقلين التلفزيين. كان أعتقد اليوم هذه المؤسسة الفيفا محتاجة إلى نظام جديد، إلى نظام عالمي جديد، لا يضعها فوق القانون ولا تحت القانون، ولكن يضعها تحت مسؤولية القانون بحيث أن تكون لكل الحق في مساءلته. لماذا مثلا اتساءل لماذا قامت هذه الضجه كلها لما تدخلت بالذات الولايات المتحده الامريكيه؟ لماذا واش كنا كنتوقعوا هذه الضجه تقع لو كانت هناك دوله اخرى هي التي تدخلت في الموضوع؟ علاش دخلت غير باش نشرحوا للمشاهدين الكرام، لان البعض كيقول واش امريكا ماشي شغلها علاش كتدخل في هذه الامور، لان امريكا يعني معنيه مباشره لان كتكلم على الكونكاكاف يعني ومكتب الكونكاكاف وتمثيليه الكونكاكاف توجد على في ميامي يعني التراب الامريكي. التراب الامريكي التلاعبات وقعت
فوق التراب الامريكي، واحد من المعنيين بالامر وهو مواطن امريكي وهو تشيك بلازر. اذا امريكا معنيه مباشره، وربما هذه تكون فرصه بالنسبه لكره القدم العالميه اللي بقات حبيسه هاد التلاعبات ديال هاد المجموعه الشرذمه القليله ديال المسؤولين على المكتب التنفيذي. هو تشيك بلازر باش ايضا التوضيح، هو يعني هو يعني الجاسوس اللي كانت بعثت به الولايات المتحده الامريكيه لاجتماعات الفيفا، اللجنه التنفيذيه للفيفا، باش فجرات كل هاد هاد القضايا. واللي هو خصك نشرحوا كذلك للمشاهدين الكرام علاش يعني تجسس تشيك بلازر على الزملاء ديالو. هو كان كيقدم واحد الخدمه، لانه باش يعني كانت تنتظر عقوبات كثيره، لانه في ظل يعني بعض الاختلاسات وبعض التصرفات يعني اللي كتخالف القانون الامريكي، وكانت مقايضه بينه وبين يعني المصالح الامنيه الامريكيه باش ينقل يعني الاخبار والاسرار اللي يسجلها بالنسبه. التساؤل المطروح الان جلال حول اهم حاجه بالنسبه الان بالنسبه للفيفا، شنو هي اهم حاجه الان وهي او لا نقدروا المراه ديال الفيفا وديال كره القدم العالميه هي كأس العالم. وكنشوفوا الان التهافت ديال الدول على تنظيم كأس العالم في السنوات الاخيره، حتى انا كنشوفوا يعني هاد ولينا كنعطيو جوج ديال الدورات ديال كأس العالم بشكل متتالي، يعني روسيا 2018 وقطر 2022. ربما المره الاخيره فقط اللي كانت هي البرازيل الوحيده اللي قدمت الترشيح ديالها على اعتبار ما بدا التناوب بين القارات، وكانت البرازيل هي الوحيده اللي قدمت الترشح ديالها. ولكن الان كل الدول والعديد من الدول كتهافت الان باش تنظم كأس العالم، وبالتالي يعني واش هاد يعني نطرحوا التساؤل، هاد الدول كلها اللي كانت فازت ربما بتنظيم كاس العالم كانت قدمات رشاوي بشكل او باخر، يعني نقدروا نطرحوا علامات استفهام حول هاد الدورات الاخيره ديال كاس العالم، يعني نقدروا نطرحوا هاد التساؤل هذه، واش هاد الدول كلها اللي فازت بكاس العالم، واش من كوريا الجنوبيه واليابان وفرنسا والمانيا وجنوب افريقيا والبرازيل مثلا والان روسيا وقطر، هاد الدول ربما كلها كانت هناك تلاعبات باش تفوز بكاس العالم. النقطه اللي افضت الكاس هو لانه يعني لما ترشح يعني كيف كنقولوا حنا قطر لما خدات كاس العالم هي وروسيا، وحتى امريكا يعني في بعض يعني كيف كنقولوا المسائل اللي كانت كتعلق بان كنعرفوا ان الاف بي اي ولا المخابرات الامريكيه حتى الاشياء اللي وقعت داخل يعني في العداءة الامريكيه اللي كانت توقفات، يعني هذه اشياء اللي معروفه عند الامريكيين، فهم كيقدروا يمكن كيف كنقول لك انا باش ترشح قطر وروسيا. هذه النقطه اللي افضت الكاس، لانه كيفاش تم اختيار كيف قلت يا اخ فؤاد اختيار، احنا ماشي ضد قطر ولكن كيف تم اختيار قطر. المشكل اللي تكلمتوا عليه ديال المغرب، يعني انه كان يستحق تنظيم كاس العالم جميع المغاربه حتى الاخر واحد، يعني تعطلت يعني كيف كنقولوا احنا النتائج ديال كيف كنقولوا باش شكون غادي البلد اللي غادي ينظم كاس العالم. يعني خضر نقول لك بان المغاربه كلهم كانوا كيقولوا بان المغرب هو اللي غادي، لان حتى النتائج كانت كتجي من زيريخ كتعطي بان المغرب متفوق على 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 جنوب افريقيا، ولكن مع ذلك وقع اللي وقع. حتى من المستشارين هذه قبل ما يترشح يعني بلاتير قبل ما يترشح لهذه الانتخابات دخلت واحد العدد كبير من المستشارين كما قال السي بدر الدين الادريسي على انهم بغوا يسحبوا، ما بقاوش باغيين يدخلوا في هذا، لان بداو كيلاحظوا ان ذاك بلاتير ولا يعني الفيفا بدات كتضعف، لان الفيفا بدات كتضعف. علاش؟ لان الصوره ديال الفيفا تخدشات، وهو كان هذا خطاب ديال ميشيل بلاتيني قبل يعني انتخاب جوزيف بلاتير لولايه خامسه على راس الفيفا. بلاتير اعلن وصلح لي قال السي جلال بلاتير قبل مني، قال لهم انا لو نكون انا قبل، قال لهم اذا تورطت انا في انا نقدم الاستقاله ديالي. لما توضع لي سؤال يعني ان الناس اللي كيشتغلوا ما قال لهم احنا غادي يعني كيف كنقولوا الجمع غادي يدار فوقيته ما غاديش يتغير، وحتى لا تثبتات يعني اشياء ضدي انا غادي نقدم استقاله. وهنا كيبان يعني الفرق كيفاش كان كيتكلم بلاتير قبل الانتخابات ومورا، يعني كيف كنقولوا حنا انتخابه ك ك ك ك رئيس يعني اربعه ايام بعد انتخابه. هنا كيبان الاسير بردين، هنا كيبان بانه الناس عندهم مقومات، عندهم اشياء اللي هي يعني كيف كنقولوا حنا صحيحه. كيبقى اش غادي تجيب يعني كيف كنقول الايام اللي جايه، اش مازال غادي تقدر تعطينا في هاد الابحاث اللي كتقوم بها يعني كيف كنقولوا حنا المخابرات الامريكيه. وانا ما كنظنش بان هذا الملف غادي ينتهي بواحد السهوله الا ما طيحش واحد العدد كبير من المسؤولين. اذا نطويو صفحه الفيفا ونفتحوا صفحه الرجاء البيضاوي والخروج
المخيب مرة أخرى للرجاء البيضاوي في هذا الموسم الأسود بالنسبة للنصر الأخضر، يعني هزيمة ثقيلة وصور يعني كنا نتمنوا ما نشوفوهاش، خصوصا ما بعد يعني احداث مدينه سطيف، لكن شفنا يعني صور اللي يعني ما كتشرفش كره القدم المغربيه وما كتشرفش فريق الرجاء في نهايه هذه المواجهه. يعني فخر الدين، الفريق الرجاء ظنينا انه بفوزه باصابتين لصفر في لقاء الذهاب كان يعني خطى خطوه كبيره نحو التاهل، لكن يعني عاد الرجاء وخيب الامل. وخصوصا يعني مما كتشجعش عليك هدف داخل الميدان، يعني كيف كنقولوا في المدينه ديالك، هذا راه ربح. جوج الاصابات عندك في الجيب ديالك غتجي تدافع عليهم. اضاع ضربه جزاء في الدار البيضاء. اكيد حتى شي مشكل، ولكن كتبقى دائما جوج الاصابات ديال صفر، ما غاديش نتكلم عن ضربه جزاء، ولكن المشكل اللي وقع اليوم في يعني في تونس، حنا كنعرفوا المباريات المغاربيه ضد الفرق الجزائريه والفرق التونسيه دائما كانت كتعرف الحده ما بين يعني كيف كنقولوا حنا هاد الفرق اللي هي نجم الساحل والترجي ولا سطيف ولا وهران ولا، فشيء عادي. ولكن الهزيمه اليوم حتى ولو ان الحكم يعني ظلم في حق فريق الرجاء، هنا البطاقه الثانيه ما كانش كيستحقها يعني اللاعب جبيره، وخرج بورقه ثانيه اللي عطاته الورقه الحمراء. فريق الرجاء ما انا كنظن بانه فريق الرجاء المشكل ديالو ماشي في هذه المباراه، المشكل ديالو منذ يعني كيف كنقولوا حنا انطلاق الدوري، حتى من خلال المباريات ديال البطوله، الاقصاء ديالو في الجزائر، يعني اليوم الى 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 كاينه نكسه بالنسبه للرجاء او الجمهور ديال الرجاء، فهي ماشي وليده الصدفه ديال ما يمكنش نجيو اليوم في هذا البرنامج ديال الماتش ونتكلموا على فريق الرجاء في ساعه ديال المكانه ونقولوا بانه راه انهزم. الى الهزيمه ما كنقولش انا وارده، ولكن كان بامكان فريق الرجاء على انه يرجع بنتيجه ايجابيه. اذا تكلمنا على الرجاء غادي نتكلموا على المدرب، الوقيته اللي ما كتكونش انت يعني الاختيار ديال فتحي جمال كنقول بانه جاء على انه يجي يرمم بعض الشيء ويشتغل مع فريق الرجاء الى نهايه يعني ما تبقى من المباريات. ما معنى المباريات؟ مباريات ديال كاس افريقيا ديال الكونفدراليه، مع كامل الاسف مدرب ما يمكنش يجي في ظرف كيف كنقولوا حنا شهر وغادي يقدر يرجع الرجاء السكه الصحيحه. لكن ربما لاحظنا بعد تحسن صفر الدين يعني في لقاء الذهاب، يعني شفنا فريق الرجاء البيضاوي يعني في لقاء الذهاب امام النجم يعني كان ممسك بزمام الامور، كنا يعني تحدثنا على ان كان هناك تحسن، كان هناك عوده بعض اللاعبين اللي كانوا مهمشين من قبل المدرب جوزي روما، والفريق فاز بهدفين لصفر. شفنا لاعب كياسين صالحي رائع في التمريرات ديالو البينيه الى غير ذلك، اهداف هدفين وفرص ضائعه، يعني قلنا ان الفريق ربما على الاقل ينهي الموسم بتاهل في البطاقه ديال التاهل في الجيب منافسه. يعني قبل فؤاد ما نستمر في هذا النقاش، حنا كنشوفوا هذه الصور يعني مره اخرى، يعني صور خلينا نقول غير مقبوله بالبت، جلال غير مقبوله بالبت، ويعني وكتتغير وكتعاود، يعني شفناها في سطيف، شفناها الان في سوسه، يعني ومحاوله اعتداء بعض لاعبي الرجاء على الحكم، نرفزه مبالغ فيها وانا غير مفهومه. انا كان غير هاد الطاقه ديال هاد اللاعبين اللي كانت عندهم في نهايه المباراه انهم يمشيو للحكم يديروا، كانوا يديروها في المباراه، واش لان شفنا فريق الرجاء البيضاوي استسلم في الشوط الثاني من اللقاء وهو منهزم بهدفين لصفر، ما كانش هناك رده فعل، ما كانش هناك محاوله الا ربما في الاربع الى خمس دقائق الاخيره من اللقاء. الطاقه اللي عند هاد اللاعبين باش يمشيو في نهايه المباراه ويتبعوا الحكم ويحاولوا يعتديوا عليه، وحتى لو اننا نعتبروا الناس ديال الحكم يعني كان ربما يعني تمادى في يعني في القرارات ديالو اللي ما كانش في صالح الرجاء، لكن ربما الفريق كان مطالب في المباراه انه يبحث على انه يرجع في اللقاء، لان هدفين لصفر شفنا واحد حركه جمود ديال اللاعبين وركون الى الدفاع وعدم اخذ مبادره لا من هذا الطرف هذا اللاعب او من طرف لاعب اخر، ويعني هذا ربما حتى كان نبي كنا كنشوف اللقاء وكان اللاعبين ما عندهم ما يديروا بهذا كاس الكاف، يعني ما عندهمش غرض انهم يمشيو بعيد في هذه المنافسه القريبه. اسمح لي قبل ما تمشي على السي برديال نتكلموا بالمنطق ديال الكره، بالمنطق ديال الكره كيف يعقل على انك انت كتواجه فريق ديال نجم الساحل في نفس الوقت كتقول بان المدرب راه تعاقد مع يعني كيف يعقل؟ وهذا الشيء كلنا سمعناه، ما كاينش اللي ما سمعش هذه القضيه بان البنزرتي نعم هو المدرب للرجاء ومدرب جالس في ذاك الاحتياط ديال فريق الرجاء، راه هنا كاين شويه ديال
الا بغينا نتكلموا شويه معقول ونكونوا مع نفوسنا. كانوا راكين برا من ذلك سي فخر الدين، يعني احنا كما ذكرتي انت يعني فتحي جمال جا. شوف سي فؤاد راه ما يمكنش، راه احنا كنخدموا مع اللعابه وهذه ميدان اللي تنعرفوا ولعبنا الكره، راه ما يمكنش انت كلاعب ما تعرفش شكون اول مدرب ديالك. هذه القضيه اللي قلتي لي ديال فريق الرجاء شفناها تحسن، هذه كتوقع في جميع الفرق المغاربيه، كيخرج المدرب مع نهار السبت تيجي مدرب اخر اللي يقدر يجي اللي كان ويوقف في ديك المباراه وتيكون سبحان الله العظيم. هذه تقدر توضع هذا سؤال يقدروا يجاوبوا عليك واحد 80 و90% من الناس، يقول لك هذه كاينه حقيقه، حتى اللعابه يقولوا لك تيتبدل داك الشيء، ولكن السيروله، ولكن كنقولوا حنا لا كونتينيتي باش بنادم يمشي وتكون استمراريه، راه هنا في كاين المشكل. علاش انا ملي تكلمت مع سي جلال قلت له ودي فريق الرجاء ما يمكنش نجيو اليوم ونقولوا راه نهزم، رجعوا اللور ونشوفوا فريق الرجاء كيفاش انطلق الدوري ديالو، شنو المباريات اللي ضيع. يعني راه واحد القضيه كتلعب مع فريق نجم الساحل يعني وفي تونس وامام الجمهور، يعني هذه كلها وماشي فريق اللي هو سهل حتى في الدار البيضاء. ربما احنا كنا بدر في فخر الدين كنا كنتمناو انه على الاقل فريق يرجع بالتاهل، لانه في خدمه ماشي غير ليه، خدمه لكره القدم المغربيه، لاننا في حاجه ان فريق يمشي لمنافسات كاس الكاف ويلعب نظام المجموعات ويجمع بعض النقاط لكره القدم، لانه لا يعقل ان الان للموسم الثاني على التوالي يغيب فريق عن كاس الكاف، وان كان ربما نقولوا كاس الكاف يعني اقل مستوى واقل قيمه من دوري ابطال افريقيا اللي غيكون ممثل فريق المغرب التطواني، لكن على الاقل يكون عندنا فريق هنا منافسه كاس الكاف على الاقل باش يكونوا عندنا بعض النقاط. فؤاد تمشي للجحيم هاد كاس الكاف، هاد كاس الكاف تمشي للجحيم، ولكن اللي يبقى لا صراحه يبقى غير الصوره. نعم. ما هاد الصور اللي كنشوفوا صراحه وهي غير مبرره، غير مقبوله فؤاد، من غير انها غير مبرره، لان هاد فريق هاد اللاعبين ديال الرجاء راه ما كيمثلوش مثلا فريق صغير، راه فريق كبير وكبير بزاف، فريق صحيح. يعني اللي اسمه ربما يتعدى اكبر نجوم اللي مروا في هذا فريق الرجاء، وكيمثلوا المغرب وكيمثلوا كره القدم المغربيه. ملي كتشوف هذه الصور بحال هكا ومحاولات اعتداء على حكم في مباراه قاريه منقوله على القنوات الدوليه، هذا الشيء صراحه عندنا مشكل مع عيسى حياته. حرام حرام، لا بغض النظر على عيسى حياته، المهم هو الصوره ديال المغرب اللي كتصدر للخارج. جلال كنعتقد على انه فؤاد تكلم على مباراه الذهب، وربما مباراه الذهب هي استثناء بحال واحد الاستثناءات قليله. نعم. القاعده ربما هو اللي شاهدناه اليوم في فريق الرجاء البيضاوي، فريق الرجاء لا يمكن ابدا انه يعلق خيبته وخروجه من عصبه الابطال ومن كاس الاتحاد الافريقي على التحكيم. انا معك صحيح. ومع فؤاد في انه ومع ايضا فخر الدين في ان الحكم استفز بكل الطرق لاعب الرجاء. صحيح، لما اقصى لهم لاعب وهما باقين في العشر دقائق الاولى لما عطى الانطباع على انه غيكون ضدك، اذا ولكن هذه الاستفزازات هذه راهي القاعده. الله يخليك ابو الدرداء، هذه القاعده في مباريات القاريه، وكم استفاد الرجاء والفرق المغربيه من الحكام. وهذا صحيح، ما خصناش نمشيو في ديك لا تيوري ديال حنا دائما مظلومين، حنا دائما كيتعداو علينا الحكام. هذه واحد لا دوني دو باز كندخل بها في افريقيا دائما. ما اقصد هو ان الرجاء بحال اللي قلتي بمرجعيتها وايضا بتاريخها وايضا بالصوره التي صدرت للعالم كانت يجب ان تكون اقوى من صحيح. لو نظريه المؤامره، لو افترضنا ان هناك نظريه مؤامره، ما يعني على انه فريق الرجاء ربما حتى وهو منقص العدد، شاهدنا ان فريق الرجاء سنه 1997 عندما كان ينازل الترجي الرياضي التونسي وحكم دار حكم عمل فيهم 10 مرات ضربه جزاء تعاودت نفس السيناريو بدر. لا 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 اكثر من هذا بكثير، كان ضربه جزاء بكثير، ضربه جزاء لا وجود لها وسددت ومسجل واعيدت ومع ذلك فريق الرجاء تمسك باعصابه واللعبه قاوموا ب 10 لاعبين وداوا المباراه للضربه الترجيحيه وفازوا بالضربه الترجيحيه. انا اقول على ان ما حدث اليوم للرجاء هو صوره من الانكسارات النفسيه اللي تكررت هذا الموسم اكثر من مره. الفريق خرج من كاس العرش وكنا يذكروا ذلك، الفريق خرج من عصبة الأبطال الإفريقية في الموسم الماضي، الفريق أيضا خرج من عصبة الأبطال الإفريقية هذه السنة، الفريق يعني لأول مرة كينجز إياب كارثي على مستوى البطولة الوطنية. لو كان هناك لو أن الرجاء مثلا لا قدر الله عمل ذهاب كما عمل إياب كان ممكن يكون في عدد النازلين إلى القسم الوطني الثاني، وأيضا خرج من اليوم من كأس الاتحاد الإفريقي. أعتقد على أن هذه الانكسارات كلها هي نتاج لواحد التحطم او واحد الحطام نفسي، لغايه الاسف في اللاعبين
كيتحملوا فيه المسؤوليه، ولكن اداره الرجاء تتحمل ايضا مسؤوليتها. وربما المشكل بدر الدين اليوم انا ما كنشوفش يعني بوادر انفراج ولا شي مؤشرات اللي كتقول بان الموسم القادم يعني فريق الرجاء سيظهر بمستوى جيد، لان حتى المؤشرات الاوليه ولا يعني تصريحات بعض المسؤولين على الرجاء ولا الانتدابات اللي كيفكر فيها ولا اللي دارها فريق الرجاء ماشي هي يعني كتبين بان فريق مهزوز وباقي غادي في طريق اللي هي ماشي الطريق الصحيح. نعم ربما كما ذكرنا يعني اليوم يعني كنا كنتظروا رده فعل، كنا كنتظروا فريق يرجع على الاقل يضمد الجراح ديال 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 ديالو ديال الموسم، نعم. يعيد البسمه نوعا ما قبل الجمهور ديالو قبل العطله، هذا هو اللي كنا منتظرين اليوم. وكما تكون استبشرنا خير، لان كنا الفريق بالمظهر اللي ظهر به خصوصا الجوله الاولى، الجوله الاولى ديالو امام النجم كانت جوله جيده، ولكن اليوم كنشوفوا غياب رده الفعل. يعني انت فريق انا كنشوف في الشوط الثاني فريق وكانه مستسلم، وان الفريق يعني وكنا كنشوفوا التهديدات ديال النجم الساحلي كان في اي لحظه من اللحظات كان يقدر يوصل للمرمى ديال، حتى شفنا اللاعب اللي سجل الهدف الثالث، لاعب قصير القامه امام وسط مدافعي فريق الرجاء. انا صدقني من وقت طويل لم ارى الرجاء بهذا المستوى، لم ارى الرجاء بهذا الضعف على مستوى البناء العمق الدفاعي، واعتقد على انه اشرنا الى هذه النقطه اكثر من مره، عمق دفاعي لفريق الرجاء في درجه اقول وتحمل المسؤوليه فيها يقع تحت الصفر، لا يمكن ابدا بمتوسط دفاع بهذيك التركيبه وبمنظومه دفاعيه بهذاك المستوى يمكن ان يصمد الفريق. انا معك فؤاد، لانني ما كنعرفش اشنو مشى من الرجاء اليوم في مدينه سوسه، ما قدم ولا 1% من مستوى الفريق، مسيطر عليه من اول دقيقه الى نهايه. هذا هو الشيء اللي كنقولوا، نعم باستثناء بحال اللي قلتي ديك الصحوه الاخيره، واحد الفرصه اللي كان ممكن يجيب منها الهدف، وكان ممكن انه يتاهل منها الرجاء، لانه ب3-1 فريق الرجاء متاهل، رغم ان يعني نكونوا واقعيين ان احسن فريق هو اللي تاهل للدور القادم اللي هو فريق النجم الساحلي في المواجهتين. كنظن شخصيا كان فريق الرجاء البيضاوي في القاعده يفوز باربع اصابات، يعني بنظر الفرص اللي كانت تستحق ليه كان يقدر يفوز، ولكن قلنا احنا ان الساحلي كذلك اضع ضربه الجزاء، هذا الشيء اللي خلينا نقولوا هو الغيره ديالنا على فريق الرجاء. هي ربما ان واش الفريق مشى بهدفين في الجيب، انه ربما ظن بانه تاهل للمرحله القادمه، وربما هذا هو الخطا اللي يمكن يكون ارتكبوا لا الجهاز الفني ولا اللاعبين اللي اعتقدوا انهم غيكونوا في نزهه في مدينه سوسه، لكن شفنا انهم كانوا في العرض ما يكونوا في نزهه، كانوا جحيم الملعب ديال فريق النجم، ولكن ما كانش هناك رده فعل، ما كانش هناك رغبه في الوصول للمرمى، ما كانش هناك بحث على الهدف ربما في بدايه اللقاء انه ربما يبعثر اوراق فريق النجم. اكبر المتشائمين سي فؤاد ما يهضرش بانه غادي تكون يعني كيف كنقولوا حنا مباراه بهذا المستوى، هذا المباراه حتى يعني ثلاث اهداف، هذا السيناريو ما كانش كيتوقعه حتى شي واحد، لا اللي كيبغي الرجاء ولا اللي يعني ملي كتدخل لكاس افريقيا كنظن بانه هذا فريق مغربي. نعم. قبل كل شيء صحيح. يعني ملي كيتكلم الاخ جلال وتيقول لك على انه هذا الشيء اللي كتشوفوه هو ما كيتعلقش بالفريق، كيتعلق بوجه ديال 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 المغرب وديال الكره المغربيه وكل، وحتى بالفريق اللي هو عارق، عطى لاعبين كبار، عطى مسيرين كبار، الحمد لله التاريخ ديالو ما يحيدوا ليه حتى شي واحد، غير ملي المشكل كيف كنقول لك اكبر المتشائمين ما يتوقعش مباراه تبرد. غادي نتكلموا على الحكم، لان الكل غيبغي يتكلم على الحكم. نعم الحكم غلط، ولكن كما قال السي بدر الدين وهادشي هادشي، وقال حتى الاخ جلال بانه هادشي كيوقع، خصوصا هادشي تعودنا عليه حنا في المباريات الافريقيه وعشناه حنا كلاعبين ولا كمدربين، بانه توقع من الحكم اي شيء، وحتى هنا داخل ملي كتكون تتلاعب هنا تيكون عندك واحد صحيح، تكونوا شويه واقعيين، حتى الحكم هنا تيكون شويه حتى ما دارش معك لا بدا ما تيغمض عينيه على بعض الاشياء. فلهذا انا كنقول يمكن الورقه الحمراء اطرات، لان 10 اللاعبين ومع فريق اللي هو ديال تونس الساحل العاج، هذا ماشي فريق افريقي، هذا فريق مغاربي تونسي عنده من امكانيات وعنده توا تاريخ وعنده مدرب كبير وعنده جمهور كبير، فلهذا هذا هو المشكل اللي وقعوا فيه. ولكن غير باش تكون حاضر يديك بهذه الطريقه كان استسلام، كان استسلام، هذا الاستسلام سي فؤاد هو اللي ما غادي يبغيش الجمهور ديال الرجاء، خاصه انه المقاومه كانت على الاقل تقدر توصلك كيف قلتي انت ديك الهدف الثاني يجي حتى لاخر لحظه، تشوف ان فريق يعني تيقاوم، لان حتى 10 لاعبين كان يقدر لانه سيف ذو حدين هذيك الطرد ديال اللاعب، وكثير من الفروق اللي ربحات المباريات 10 ديال اللاعبين. مع كامل الاسف المشكل اللي قال جلال وهو المستقبل،
راه ماشي عيب يعني فريق فرق كبيره وكتنزل في المستوى ديالها وكتغيب على الالقاب. اللي تيبقى هو المستقبل، هو المستقبل باش عاوتاني الامور ترمم من جديد، ويعني والتفكير في الاشياء اللي كانت ما مزياناش، الاشياء اللي كانت مزيانه. انا اللي كيبغي يتكلم عليها، حنا كنتكلموا دابا الان، حنا ما يعني مع جميع الفرق المغاربيه، غدا غادي يدخل المغرب التطواني. نعم. احنا كنا تطوانيون. نعم. يعني باش نكونوا ربما المطلوب ايضا، وهي يعني من المكاتب المسيره ولا حتى من المدربين والمؤثرين، انه خص واحد العمل كبير يكون في هذا الاطار ديال ربما توعيه اللاعبين. يعني كنلعبوا في افريقيا وكنعرفوا الادغال الافريقيه، وكنا كنعرفوا انه لما كتلعب خارج الميدان ديالك ديما غتعرف بان الحكم وعوامل اخرى ربما غتاثر عليك وغتكون ضدك، ولكن انت خصك تمشي وانت في الذهن ديالك ان هذه المعطيات كاينه. اسيدي انا غنلعب مع الحكم وغنلعب مع النجم الساحلي وربما اللاعب رقم 12 هو حكم المباراه، ثم انني نتعامل مع ديك، نتاقلم مع ديك الظروف، نتاقلم مع ديك العوامل الخارجيه، ثم يعني الحفاظ على 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 الروح الرياضيه. لان في نهايه المطاف كما الصوره ماشي ديال فريق الرجاء اللي تخدشات لا اليوم لا ربما في لقاءات سابقه ديال فريق الرجاء البيضاوي. نعم. كنا كنذكروا بحدث منذ 4 أو 5 مع مثلا المرحوم الزروالي ومع متولي في احد اللقاءات اللي كان اعتداء ايضا على 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 الحكم. اذا ربما خصنا نشوف هذا الاطار ديال توعيه اللاعبين بضروره يعني التحلي بروح رياضيه في نهايه المباراه، وعدم يعني نقدموا هذه الصوره المشوهه ديال كره القدم المغربيه. وجلال تكلم على المستقبل، ومن حقه انه يشير يتحدث على المستقبل، لانه ما يقع اليوم يؤشر على وجود ازمه، وهذه الازمه ماشي غير ازمه نتائج، هذه أزمة ترتبط بتدبير. نعم. ديال الفريق على واحد المجموعة من المستويات، وقد تكلمنا جلال في هذا البلاطو أكثر من مناسبة. نعم. على أنه لغاية الأسف كانت هناك أخطاء على مستوى التدبير التقني لفريق الرجاء، خاصة بعد خروجه من كأس العالم للأندية وقعت واحد المجموعة من الأخطاء، وكان لغاية الأسف خطأ كيصح خطأ اللي قبل منه. نعم. ولكن خطأ يولد أيضا خطأ اللي بعد منه. نعم. اليوم أعتقد على أنه من الضروري أن إدارة نادي الرجاء أنها تجلس مع نفسها وتعمل واحد عملية نقد ذاتي صريعه جدا، وتعرف على ان الكثير من الاشياء التي تقع للرجاء هي بفعل اخطاء على مستوى التدبير، تفريط في مجموعه من اللاعبين، عدم احلال واحد المجموعه من التوازنات، اختيار اللاعبين احيانا اللي كيجيو للفريق الرجاء بنظره استباقيه لمجرد انه كيقول لك عمل خبله في الرجاء، العام الجاي غنشري ونجي نلعبوا في الرجاء، والكل يعرف على ان هذا اللاعب ربما لا يتطابق مع اسلوب الرجاء ومع منظومه الرجاء. فاعتقد هذه الامور كلها يجب ان يعاد فيها نظر من بداية، من انتداب مدرب بمواصفات عالمية كنقول. نعم. لأن فريق الرجاء عالمي ويحتاج إلى مدرب عالمي، مرورا بانتداب لاعبين من مستويات عالية، انتهاء إلى عملية صبر في تدبير النتائج. هذا سؤال غنوجهو لينا حنا كنا وتا الناس اللي كيستعملوا هنا، امتى غادي نوصلوا حنا يعني انه، واسمح لي مع كامل احتراماتي غادي نبغي ندير مقارنة، واخا يقولوا لي الناس ما خصكش ديرها، نقولوا حنا بعض الفرق الاوروبيه اللي كتبقى عندها يعني كيف كنقولوا حنا الاستمراريه. وخصنا واحد لا انت انت حنا غادي نوصلوا بان الفرق لا بلاتي السي بدر الدين كتكلم على واحد القضيه، امتى غنوصلوا حنا ملي نشوفوا شي فريق وصل للقمه ونبقاو نشوفوا دائما كاين نفس بحال اللي كدير الاهلي والزمالك دابا واحد الوقت، دابا الاهلي راه في اطار. نعم. تغيير دابا ما كيعرفش الاهلي. نعم. الاهلي راه في اعاده، ملي غادي تبني دابا واحد 3 سنين الاهلي ولا 4 سنين ملي غادي تبني الفريق ديالها غادي تدوم واحد 20 سنه ديال السي بدر الدين ان شاء الله الا طول الله في العمر، غادي تشوف الاهلي كتفوز عطيني بالالقاب، لان كاين هنا كاين خدمه. حنا امتى عندنا غنوصلوا لنا انه نكونوا اليوم هنايا كنلعبوا على شي حاجه مع العشيه لاعبين على الطيوح؟ نعم. انت كي كتجيك هذه القضيه؟ هو من التدبير. لا حنا نبقاو ديما هذاك الشيء ديال دابا. نعم. صافي شي واحد كيجري مزيان نجيبوه نطلقوه يجري، جاب لنا شي حاجه مزيانه هذا هو نغنيو عليه ونديروا عليه ونمشيو حنا، راه هذا هو المشكل اللي واقعين فيه. صحيح. راه الا ما كانش السي فؤاد راه شي دابا واحد القضيه، الا ما فكرناش نوضوا نخدموا ونخدموا على المدى البعيد راه ما يمكنش. دابا حنا المشكل شنو هو ديالنا؟ خصنا اللحظه. هي تبنوا على النتيجه. لا اللحظه سي بدر الدين، وهذه اللحظه هي اللي كتعطيك على انك كتمشي للقمه
نعم. وكتقدر تنزل دغيا. ونواصل الحديث والنقاشات ديالنا في الشوط الثاني ديال برنامج الماتش، واللي غنخصوه للمباراه الهامه اللي تجمع المنتخب المغربي ضد ليبيا يوم الجمعه القادم باكادير، مباراه كتدخل في اطار اقصائيات كاس افريقيا للامم 2017. خليكم معنا، نلتقي بعد لحظات قليله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الشوط الثاني ديال برنامج الماتش. وقبل ما نستمروا في النقاشات ديالنا وباسم طاقم برنامج الماتش، كنتقدموا بتعازينا الحاره لعائلات ضحايا فاجعه واد شرات اللي يعني مشى ضحيتها 11 شخص، انا لله وانا اليه راجعون. اذا كما قلت لكم في البدايه، هذا الشوط الثاني نبداوه بالمنتخب المغربي على بعد ايام من مواجهه المنتخب الليبي في الدور الاول من تصفيه كاس افريقيا للامم. المنتخب المغربي يواصل اذا التحضيرات ديالو باكادير وسط ثقه وتفاؤل بتحقيق نتيجه ايجابيه في اول اختبار رسمي يعني تحت قياده المدرب بدو زكي. مزيد من تفاصيل في هذا التقرير ديال الزميل عبد الله الجعفري. بثقه كبيره بدو زكي يعلنها وبصراحه، لقد حان موسم الحصاد ولا بديل عن عزف لحن الفوز. مناسبة الكلام ندوة صحفية عقدها الربان القديم الجديد للحديث عن أول اختبار رسمي للمنتخب المغربي تحت قيادته، حيث سينازل ناظره الليبي في الدور الأول من تصفيات كأس إفريقيا الأمم. اختبار وصفه الزاكي بالقوي مع منتخب يكبر في المواعيد الكبرى حسب تعبيره. المنتخب المغربي مستعد نفسيا وبدنيا وتكتيكيا، والفضل في ذلك يعود لوجود مجموعة متكاملة تعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وتطمح لخط بداية مميزة في مستهل رحلة قارية لا تحتمل الخطأ. المعسكر التحضيري لأسود الأطلس متواصل في أكادير في غياب الثنائي المحترف بالدوري الصيني عصام العدوى وعبد الرزاق حمد الله، وسيلتحقان قريبا برفاقهم. في المقابل غادر المجموعة الثلاثي عبد العالي المحمدي، سفيان بوفال وزكريا الأبيض لمعاناتهم من إصابة. على الضفة الأخرى، المنتخب الليبي ورغم الوضع الأمني والسياسي السائد في بلاده، إلا أنه يقدم مستوى متميز وبصم على حضور دائم في البطولات القارية في السنوات الأخيرة. الإسباني خافير كليمينتي مدرب المنتخب الليبي يعي قوة المباراة، لكنه متفائل بإمكانية تحقيق نتيجة إيجابية. أعرف قوة المنتخب المغربي وأعرف أنه يملك لاعبين محترفين يلعبون في أوروبا. المباراة ستكون الأصعب بالنسبة لنا، لكننا جاهزون لهذا الاختبار وسنكون أبطال إذا تمكنا من تحقيق الفوز. نحن نمر بظروف صعبة في ليبيا، ممكن سنة ونص ما عندناش دوري. معسكرات المنتخب كما تقول عليه مراحل، كل مرة في بلاد، بس نحن خذينا على الاجواء الصعبه. ان شاء الله نقدر نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله على ارض المغرب ان شاء الله. في اختباره الحادي عشر والاول في مسابقه رسميه تحت قياده المدرب بدو الزكي، المنتخب المغربي ليس لديه من خيار سوى تحقيق الفوز والاعتبارات المتعدده. كسب الثقه، مصالحه الجماهير، وخط بدايه موفقه تؤكد صدق التكهنات التي ترشح المغرب لتسيد المجموعة السادسة، والتي تضم أيضا منتخبي الرأس الأخضر والسوتمي. الترشيحات ترجح كفة بن عطية والرفاق، لكن التجارب السابقة تجعل العمل والاجتهاد والحيطة والحذر سبيلا واحدا لتحقيق المنشود في لعبة تجانب المنطق والصواب وفي كثير من الأحيان. إذا كما قلنا، أول ظهور رسمي، أول مباراة رسمية للمنتخب المغربي
مع بدو الزكي، يعني ايش من مباراه يمكننا ننتظره من المنتخب المغربي ويواجه منتخب ليبي يعاني يعني ظروف جد جد صعبه. واستمعنا لحارس مرمى فريق ليبي كيقول ان البطوله موقفه اكثر من سنه ونصف، الفريق يعني كيحضر المباريات ديالو خارج البلاد، ظروف جد جد صعبه للمنتخب الليبي. بالمقابل المنتخب المغربي عاد له شويه ثقه خصوصا بعد المباراه امام الاوروغواي رغم الهزيمه ديالو. هو يعني المباراه اللي غلبها المنتخب المغربي بالنسبه لي هي مباراه للمغرب ماشي اكثر ما هي للمنتخب الليبي، لان المنتخب الليبي انا كنظن عنده ما يخسر في هذه المباراه دي اي عرض قدموه ضد المنتخب المغربي. غادي يكون حتى المدرب يعني ديال المنتخب كليمانتي قال بانه يعني سوف نواجه منتخب يعني يضم عدد كبير من المحترفين، ولكن مع ذلك سوف نلعب يعني كره قدم وسوف يعني ننتصر او نحاول الانتصار على ولا يخلق مشكل للمنتخب المغربي. سنه يعني كما ذكر بدو الزاكي على انه وصل اليوم ديال الحصاد، يعني انه التدريب كانت مكتفه الحمد لله، لان احنا انتصرنا على لاكاف، لان لو كان يعني كيف كنقولوا احنا كانت تكون التدريب ماشي مكثفه كانت تكون كارثه، ولكن انا كنظن بانه كتبقى مباراه لعبنا معهم مباراه وديه انتصرنا عليهم باربعه ديال الاهداف، وشفنا لانه حتى اللياقه البدنيه في ذاك المباراه الا تفكرتها جلال ولا فؤاد السي بدر الدين بانها كانت مباراه استعراضيه اكثر ما هي كانت مباراه واقعيه. لان بالنسبه لي انا المنتخب اللي شفناه ذاك النهار في ذاك المباراه ما قدم ولا شيء، 4-0 كان كيستحقها المنتخب المغربي، ولكن اليوم المباراه سوف تكون يعني تتغير الامور، لان المنتخب الليبي رغم يعني هذه المشاكل اللي تعيشها شفناه كثير من المرات كان هو اللي تاهل في المجموعه ديالو مع فرق اللي هي كبيره. احنا مرشحين فوق العاده لانه الراس الاخضر احنا تعودنا عليه، هذا الراس الاخضر ولا عندنا كاين راه ديما معنا، والمنتخب الاخر اللي تكلمنا عليه سانتومي يعني انا اول مره تنسمع سانتومي ما عرفت حتى نشوفه من بعد كيعودوا عليه زوينه كنتكلموا عليه ولا السياحه. رغم ان مثلا كتكلم على منتخب الكاب فير فهو منتخب عانى في العديد من المنتخبات القويه، وحنا الاولى احنا في جنوب افريقيا شفناه كيفاش كان غادي يعني كيف كنقولوا احنا خلق مشكل لجميع المنتخبات اللي لعبوا من التأهل لكأس العالم. احنا المشكل اللي وصلنا ليه الاخ يعني جلال هو انه اليوم ولينا المغاربه كثرت يعني النكسات اللي عرفها المنتخب الوطني، ولينا حتى ديك الفروق اللي هي كانت يعني في المتناول ديالنا اللي كنا كنقدروا نلعبوا معها وكأننا غادي نلعبوا مقابله وديه، ولينا كنتخوفوا منها وخصوصا في هذه يعني كيف كنقولوا المواسم اللي كانت الاخيره، ولينا كان كيف كنقولوا حنا كانت انيميناو بواحد الطرق اللي هي كانت يعني كانت ما عندهاش مبرر. ربما سفر الدين الان الامور يعني ربما طوينا الصفحه الان الان هناك صفحه جديده ربما كنبداو مع المنتخب المغربي، لان هذا اول لقاء رسمي غيجري المنتخب المغربي تقريبا منذ 20 شهر. يعني اخر مباراه رسميه جراها المنتخب المغربي كانت في اكتوبر في العام 2013 ضد المنتخب الكوت ديفوار، يعني منذ اقصائيات كاس العالم على شكل فتره. يعني الان تقريبا سنتين المنتخب المغربي ما جراش لقاء رسمي، اذا هو اختبار ومحك حقيقي. بدو الزاكي الان هذه سنه تقريبا يوم بيوم باش تسلم يعني باش خاض اول يعني لقاء يعني ودي رسمي او يعني اول لقاء مع المنتخب المغربي، الان سنه عاد كيجي اول لقاء رسمي بالنسبه للمنتخب المغربي. غادي نشوفوا بدو الزاكي كيفاش غيتعامل مع هذا اللقاء، هو ماشي اول لقاء رسمي كيجري مع المنتخب المغربي لانه خاض تجربه مع منذ 10 سنوات، لكن كيف سيتعامل اللاعبون كيفاش غيخوضوا هذه المباراه امام منتخب ليبي اللي يعني انا كنت تلاقيته في مدينه الرباط منذ ايام، منتخب اللي لاعبين شباب ولكن كيقولوا حنا عاقدين العزم اننا نقدموا واحد الوجه مشرف للكره الليبيه، لانه جرى تربص في تونس لمده 20 يوم وجاء المغرب بشكل مبكر تقريبا اسبوعين قبل المباراه. منتخب اللي منذ سنه ونصف كان فاز بكاس افريقيا للمنتخبات المحليه في جنوب افريقيا، وان كان يعني خبير كليمنتي كيقول بانه
هناك اختلاف كبير بين يعني التركيبتين البشريتين اللي كانت في هذه الفتره، ولكن كيقول انه غادي يلعب ربما هذه المباراه بداك الفكر وفي الذهن ديالو ديك الانجاز اللي حقه في جنوب افريقيا. بدر الدين، يعني مواجهه المنتخب الليبي اول مباراه في هذا المسار الاقصائي لانها تكون مصيبه كبيره الى المغرب ما تاهلش لهذا كاس افريقيا 2017 اللي نظرت عليها يعني هيلالا وربما من الان من الضروري ضروري ان المغرب يعني يكون حاضر في هذا العرس الافريقي 2017 في الكابون. المنتخب الليبي اجرى مباراه وديه بالامس وانتهت بالتعادل هدفين في كل شبكه امام منتخب مالي. كيفاش كتشوف انت صوره المنتخب المغربي اليوم؟ انا كنعتقد ان المنتخب المغربي من الضروري ان يصل الى مباراه ليبيا وقد اكتملت كل حلقات التكوين، يعني على اساس انه نعتبر ان هذه السنه كل التي امضاها زكي بدو على راس الفريق الوطني كانت سنه للترميم وايضا سنه لاعاده البناء، سنه لاسترجاع بعد الكثير من المقومات اللي كانت كتبني الفريق الوطني سواء بالبشريه وايضا منظومه تكتيكيه مستقر عليها بمتغيراتها التكتيكيه. نعم. اعتقد على انه صحيح ما كانش هناك مباريات رسميه ولكن كلها مباريات وديه خاضها الفريق الوطني، عطى فيها الانطباع على ان كاين هناك نوع من التدرج على مستوى الاداء وعلى مستوى استرجاع هذيك الهويه، استرجاع هذيك الشخصيه اللي تكلمنا انه حصل الفريق الوطني على جانب كبير فيها، وحنا كنشاهدوا مباراته امام الاوروغواي واحد من اعتاد المنتخبات العالميه، كيف انه جرى هذا المنتخب، كيف انه كان بمقدوره انه يسجل عليه كيف ما تسجل عليه، فاذا مباراه ليبيا كان اعتقد تشكل لبدو الزكي ولهذا الفريق الوطني انعطافه جديده على اعتبار انها اولا اول مباراه رسميه، على اعتبار انها اول مباراه في مشوار تصفيه ديال كاس العالم كاس افريقيا الامم 2017 وحتميه الفوز بها تبرز بشكل كبير لانه لا يمكن قطعا اننا نتنازلوا على ثلاثه ديال النقاط، ولكن لابد 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 اننا نحضروا من شيء ما، شيء مهم هو اننا ما نسقطوش ضحيه استصغار واستسهال المنتخب الليبي على اعتبار ان لاعبيه فاقدين للتنافسيه، على ان لاعبيه لا يجرون باستمرار مباريات رسميه، لا هذا هذا الفريق يمكن يكون عنده العطش ولا الجوع ديال تحقيق الانتصارات. انا كيذكرني هذا المنتخب الليبي بالمنتخب العراقي اللي بنى المجد ديالو على انقاض واحد الازمه كانت عند الكره العراقيه، ومع ذلك بدون مباريات رسميه بدون دوري استطاع هذا الفريق ان يفوز بكاس اسيا سنه 2007 مع المدرب المغربي البرازيلي. هناك العديد من المواضيع بقات يعني دقائق قليله اللي نخصها لمباراه المنتخب الاولمبي المغربي وخروجه بالمباراه النهائيه بدوري تولون، انجاز كبير لان المنتخب المغربي هو المنتخب الثاني فقط يعني في عمر هذه المسابقه اللي عندها اكثر من 48 سنه، ثاني منتخب افريقي كيتاهل للمباراه النهائيه. يعني طمحنا وطمعنا في احسن لما شفنا يعني هذه المواجهه خصوصا قبل تسجيل هدف التعادل المنتخب الفرنسي، لكن المنتخب المغربي انهزم بثلاثه الاصابات لواحده. فخر الدين، انا هذه المباريات بالنسبه لي كنشوفهم انا يعني كيف كنقولوا للمستقبل اكثر ما هي هو الدوري ديال تولون في حد ذاته مزيان للمجموعه ديال حسن بن عبيشه، المباريات اللي كيجريها مزيانه في صالح المنتخب. خمس مباريات لان كتلعب خمسه ديال المباريات، الفوز بالنهائي ماشي 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 هو اللي غادي يعطيك الوجه الحقيقي ديال المنتخب. المنتخب الاولمبي كيوجد الاقصائيات ديال الالعاب الاولمبيه امام تونس، وهنا كتختلف الامور. فبالنسبه لنا انا كنظن بانه نتمنى واحد السعيد للمنتخب الاولمبي وهذه المباراه تكون للنسيان، لانه كل مباراة اللي قدمها الفريق الوطني صرت اول تشوف اش كدير، كتشوف الحصيله شحال سجلتي شحال سجل عليك، ما هم من هم اللاعبين اللي غادي يقدروا يستمروا معك وشكون هم اللاعبين اللي خطت تخلى عليهم، خصوصا ان يعني المنتخب المغربي ظهر اليوم بمستوى متميز. وحاجه اخرى سي جلال، في الربع ساعه الاخيره اللي خلاه خطا دفاعي المنتخب كان فايز وخطا دفاعي جعل المنتخب الفرنسي يحقق التعادل ورجع المباراه. ترجع عاوتاني ديك القضيه اللي كنقول لك على انه لعبتي مع منتخب ديال الفرنسي اللي هو مدرج تدرج من يعني من فئات الصغرى محترف، هنا فين كاين
الفرق فين كاين؟ هنا فين كاين الفرق. اذا نحيي المنتخب الاولمبي المغربي والمدرب ديالو حسن بن عميشة، ولكن نشتغل على شيء مهم جدا جلال، لانه برز خلال هذه المباراه في المباريات اللي شاهدتها انا اننا نتعاملوا بواقعيه اكثر مع فرص التهديف. لانه المنتخب المغربي لاحت له 6 ديال الفرص ديال التهديف في الجوله الثانيه ما سجلش ولا واحده منها، المنتخب الفرنسي لاح له 3 ديال الفرص سجل من 3 ديال الفرص. اذا الواقعيه الثمن يعني باهظ الثمن تضيع العديد من الفرص. اذا مرت 6 سنوات بالتمام والكمال على ميلاد برنامج الماتش، 6 سنوات كانت يعني حبلى بالاحداث والبطولات والتظاهرات محليا وقاريا وعالميا. برنامج ماتش كان حاضر فيها، يعني ناقش حلل ونقل الاحداث بالصوت والصوره ويعد بالمزيد والافضل في قادم المواسم. نخليكم مع التقرير ديال الزميل عبد الله الجعفري اللي غيرجعنا لابرز المحطات في عمر برنامج الماتش. مشاهدينا الكرام، نطل عليكم من جديد في حلقات اخرى من برنامجكم الاسبوعي الرياضي على قناه ميديان تي في برنامج الماتش. نتمنى يعني انكم تكونوا قضيتوا عطله ممتعه وتكونوا اشتقتوا لنا كيف ما احنا اشتقنا لكم وبزاف طوال فصل الصيف. سنتوج بالكأس الإفريقية، هكذا قال بدو الزكي بملء الفيه وبلغة الواثق قبل وعند تعيينه مدربا للمنتخب الوطني. الفرق ما بين 2004 ودابا فرق شاسع كبير بزاف، لأنه في ذلك الوقت اللاعبين اللي كيتوفر عليهم المنتخب الوطني يكفي نذكر لك غير واحد 5 ديال اللاعبين، غادي تعرف بأن الركيزة ديال المنتخب الوطني كانت كبيرة. يعني لأن أي مدرب عندما يبرمج المباريات الودية يبرمجها من أجل أولا أن يطمئن إلى نواتي الصلبة التي تتشكل منها المجموعة الأساسية، وأن يطمئن أيضا على قطع الغيار وعلى البدائل، وأكثر من هذا أن يطمئن أيضا على النهج التكتيكي الذي يحاول أن يغيره من مباراة ودية إلى أخرى في أفق توظيفه خلال المباراة الرسمية أو المباريات الأساسية. صراحة وأنا أشاهد مباراة المغرب وليبيا، السؤال اللي كيجيني الاول، ما المغزى من اجراء هذه المباراه؟ كنجريو هذه المباراه تقريبا بدون جمهور امام خصم لبعيد كل البعد على التنافسيه وبفريق لن يشارك في كاس افريقيا للامم ولن يمثل المنتخب المغربي في كاس افريقيا. الجميع يتحدث عن العميد المهدي بن عطيه والغياب ديالو على المنتخب المغربي شهر يونيو، وايضا في هذه الفتره يعني انه لم يشارك طوال 5 اشهر، حتى يعني في ظل الغياب ديالو ربما كان بداعي الاصابه في شهر يونيو، الان بدعوى انه غير جاهز بدنيا لانه انتقل فريق بايرن ميونخ، لكن على الاقل يكون حاضر بلا ما يشارك مع المنتخب. شتانا ما بين اليوم والأمس، شتانا بين فريق كان ولعقود متعودا على حصد الألقاب وبين فريق ضل الطريق ويبحث لسنوات عن ذاته وعن هويته بعد 4 مواسم عجاف لم يستطع فيها صعود منصة التتويج. الحديث هنا عن أيقونة الكرة الوطنية نادي الجيش الملكي. نجم التصحيح ما يمكن تصحيحه، حتى ممكنش مغالطة الجمهور المغربي ككل، وهذا بعد الاخرار كتقول استراتيجيه ديال اداء النجاح سواء بالنسبه للفريق الجيش الملكي او بالنسبه لرشيد التوصيل، حتى ممكن باش ما نحاولوش باي اشاعه نشوهوا الصوره ديال الفريق اللي فريق الالقاب فريق كبير او شخص اللي تيكون مستهدف، هذا بالدرجه الاولى. الكثير من الناس كيتكلموا ان ربما بين قوسين سمحتي في فريق الجيش، خصوصا ان بعد ذلك بعد الرحيل ديالك، لان كانت استراتيجيه وكان مشروع طويل، يعني نتائج الفريق يعني والحاله ديال الفريق دبدبت السير. خليو غير الصحافيين ينتقدوا، علاش المدربين كينتقدوا؟ ولكن انا اخلاقيه المهنه واخلاقي ما تسمح لي باش ننتقد المدربين. هناك حقيقه اخرى أن الجيش الملكي كان ليمثل لكرة القدم الوطنية مرجعية كبيرة جدا، بحيث أنه كل ما كان فريق الجيش الملكي في قمة عطائه إلا وكانت المنتخبات الوطنية أيضا في قمة عطائها. حاليا يعني النواة الأساسية والعمود الفقري ديال فريق الجيش الملكي تكون لاعبين اللي ممكن يعطيوا للفريق الوطني قيمة إضافية، على رأسهم حارس زنيتي. وأظن بأن هذا وأنت غادي كتبني، ملي كتبغي تبني أي بيت
باش كتبدا على الاساس وانت غادي وفي الفريق ككل. كيفاش رشيد الطوسي كيعمل انه نقدروا يتعامل مع هذه المجموعه وهذا الكم الهائل ديال اللاعبين؟ كيفاش انت غتجعل واحد اللاعبين يكونوا معنيين بهذا المشروع ديالك؟ وهذا هو اللي جا الحديث على ديك الخلافات او لا ربما بعض الاصطدامات اللي وقعت في التربص ديالكم. حنا كمدربين داخل الفرق، كل المدربين اللي كيتريو داخل الفرق دابا حاليا اللي كيدربوا داخل الفرق راه كيعانيو يعني مع اللاعبين اللي تقريبا في التكوين ديالهم عاد نقدروا نديروا الاباجيات ديال 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 التدريب مع الفرق الاولى. نعم يعني هنا كتعرف بانه يعني لا ماتير اللي اللي كتجيك ناقصه في التكوين ديالها. مع اقتراب موعد انطلاق النسخة 11 من كأس العالم للأندية لكرة القدم، الكل توقع نجاحا باهرا للبطولة سواء من الناحية التنظيمية أو التقنية، فالمغرب اكتسب الخبرة وأخذ الدروس والعبر من الطبعة الماضية، وحضور ريال مدريد الإسباني في المنافسة أعطى ضمانات كافية بأن النجاح مصيرا منطقيا لبطولة تحط الرحال لثاني مرة بالمملكة. بكل صراحه باش نكونوا واضحين، المستوى التقني ديال السنه الفارطه كان احسن. نعم. بوجود فريق الرجاء اللي وصل النهائي. نعم. وهذا هو اللي جات النكهه واللي جات الجماليه في ديك الدوره السابقه، وكنت اسفوا يعني انا شخصيا كنت اسف وكل المغاربه كيتاسفوا لعدم وجود مغرب تطواني ولعدم. نعم. وصول مغرب تطواني للنهائي، كان بامكان ديالو انه يوصل، لكن للاسف الشديد ان التعثر ديالهم في اول مباراه كان شيء مؤسف. هنؤوا على نجاح التنظيم ولكن اشد على الخصوص بالمرونه. نعم. والحكمه اللي تمثلت في نقل المباراه كروز ازولو ريال مدريد باللوجيستيك ديالها. نعم. الى مراكش، لان لما بلاتير يشيد بالتنظيم يشيد بالتنظيم، لان بلاتير كان متواجد في فندق 5 نجوم، وكان بلاتير كيتنقل بسياره يعني محاطه بالامن وكيتوجه للملعب. صحيح مساله مؤلمه تشوف 500 ديال الناس اللي يعني راه 1000 و1600 درهم راه ماشي سهله بالنسبه يعني للانسان انه تكون عنده البيت طاقة وتحول من مدينة إلى أخرى، ما يمكنش يولج للملعب، لكن على العموم فؤاد على العموم كانت الأجواء متميزة. التقيت بشخص ضليع في العمر التنظيمي على مستوى الفيفا، قال لي هذا الستاف اللي انتم موظفينه في عملية التنظيم وفي عملية الحراسة الأمنية مبالغ فيه، يعني 3-4 أضعاف الأرقام التي توظف في مباريات من هذا الحجم في بلدان أخرى. سبب هذا ماشي فقط لأن هناك حرس أمني مشدد، لا، نظرا لأننا ثقافتنا على مستوى الفرجة الحديثة باقى ما وصلتش لذاك المستوى الكبير. ظهر الحق وزهق الباطل، هكذا علق المغاربة على قرار محكمة التحكيم الرياضية بإلغاء عقوبات الكاف على المغرب وكرته بعدما طالب بتأجيل النسخة الماضية من الكأس الإفريقية ما خافت تفشي وباء الإيبولا القاتل. طاس انصفات المغرب. نعم. والمغرب خد الحق تاعه، وتنظن بأنه خبر مفرح لجميع المغاربة وجميع الأطر وأولهم أنا، لأن أنا والمعلي بالأمر بالنسبة للمنتخب الأول. الحمد لله كيف ما شافوا المغاربه المنتخب المغربي فهو مستعد بما فيه الكفايه باش نكلو يكون واجد وينافس على البطاقه تاعو ديال اقصائيه كاس افريقيا اللي غتكون ديال 2017. اللاعبين اللي ما شاركوش في هذا اللقاء ضد الاوروغواي انه تعطيهم فرصه ربما يعطيوك يعني بعض المعلومات اللي تكون مهمه بالنسبه لك قبل من شهر يونيو. بكل صراحه انا كنت كنراهن على المباراه ديال الاوروغواي. نعم. باش نراهن عليها كيخصني شويه ديال الوقت، نعرفوا غادي نواجه منتخب اللي هو من اقوى المنتخبات دفاعيا. نعم. واقوى هجوم على عالميا. يمكن لك تلعب مع منتخب البرازيل او الارجنتين وتلقى واحد الاريحيه، ولكن مع منتخب الاوروغواي اللي كنقولوا كيدابز على الكره. بين سندان قيود اجتماعية وبين مطرقة الإمكانيات المحدودة، الرياضة المغربية بصيغة المؤنث لا زالت تبحث عن سبل النجاح الذي يظل رهينا بمبادرات فردية وطموح شخصي في عديد الحالات. إلى صلحنا جميع المشاكل ديال الرياضة ككل، كاين 10% ديال الرياضة النسوية، يعني المشاكل الرياضية كلها دابا تعيش مشاكل. المشاكل ديالها هي النتائج، ما بقاش نتائج عندنا في الرياضة، تيخصنا نرجعوا شنو هما المشاكل الأساسية بالنسبة لعدم نهوض الرياضة ككل. ما بقاش السبب ديال تراجع الرياضة الجماعية ولا الرياضة ككل هو مشروع سبور إتود، باسكو يا با دو سكري. صحيح. اليوم سي باسكو سي أو نيفو دو لا فوليميتري دو لاكتيفيتي. واش الأندية، لأن الجامعة ماشي هي اللي كتكون. صحيح. الشباب
الشباب تيتاثروا في الانديه تيدربوا ثلاثه د الحصص في الاسبوع. راه باش يمكننا بوغ ايفولوي دون سبور دو نيفو راه خص ما بين لي 1000 اور دون لاني دونك سي او نيفو سي الحصص ما كاينش كثافه في حصص التدريب. جوزي بلاتير كيتكلم على 30 مليون ممارسه وشنا المستوى اللي وصلت فيها كره القدم النسويه في العالم وكاس العالم النسويه المستوى الكبير اللي ولا عندها. الفرق ما بين بعض الرياضيات او بعض السيدات اللي يحتكروا على الميدان الرياضي وتيولي تيبان لهم على انه راه كاين عناد من الجهه من الاخر، حنا بالعكس يعني كرياضيات ما عمري ما عشت او كذلك بشرى ما عمري ما عشت على انه كاين فرق ما بين الرجل والمراه في الميدان الرياضي، ما كاينش يعني اكبر ديمقراطيه كاينه هي في الرياضه. والكفاءة يعني والكفاءة، الاختصاصات كلها متوازيه، كذلك المنح كاين متوازيه، ما تنظنش كنتشجيع اكبر من الرجل بالنسبه لنا احنا كرياضيات. الحق في الولوج الى الممارسه الرياضيه هذا اول شيء، الحق في التأطير، الحق في التأطير يعني لانه نتكلم على مؤطرات اليوم. يجب ان نتكلم على مؤطرات يؤطرنا واحد الانواع رياضيه متخصصه. وربما السيده بشرى حجيج ولا انت ايضا نزهه تدركين مدى لو كان مثلا يكون واحد السيده مؤطره على اعلى مستوى اللي تاثر المراه هي التي تستطيع ان تفهمها في كثير من تفاصيل حياتها. مراكش عاصمه العاب القوى العالميه، فبعد أسابيع قليلة على تنظيمها وباقتدار لبطولة إفريقيا، المدينة الحمراء تحتضن نهاية الأسبوع المقبل النسخة الثانية من كأس القارات لأم الألعاب. المصداق هي تنظيميه في افق ربما كما قلتي، ربما هذا يكون امتحان كذلك مهم تمام. بالنسبه للمغرب والجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى. المغرب مستعد استعداد كبير جدا، خصوصا ان تنظيم ملتقى محمد السادس في 8 جوان وكذلك البطوله الافريقيه من 10 ل 15 14 في شهر اوت، طبعا هذه جعلت ان المغرب يستعد اكثر، وخصوصا ان كما تبع الجمهور كما جاء في التعليق ديال المعلق على ان البطوله الافريقيه نجحت نجاح باهر جدا بشهاده واحد المجموعه ديال الفعاليات ديال العاب القوى سواء منها الدوليه او الافريقيه. انما كاين هناك اختلاف في طريقه تنظيم هذا الحدث على بطولة العالم لالعاب القوى. يعني لما كان جو بطوله القارات هناك تمثيليه لمنتخبات وطنيه، منتخبات قاريه عفوا. اذا الى اي حد يمكن نقولوا على انه كاس العالم للقارات تتفوق في مناحي معينه على بطوله العالم؟ كان صعب ان كاس العالم يجلب العناصر اللي كانت كتزامن مع تظاهرات دوليه اللي فيها ربما اغراءات اخرى، والان الاتحاد الدولي لقى فورمول اللي يمكن تجلب بها العدائين. ولاحظنا طلعنا على عدد ديال لي زونجاجمون ديال القارات ولقينا بانه عده ابطال كبار اللي غادي يجيو يشاركوا. إذا كانت هذه أهم لحظات هذا الموسم ديال برنامج الماتش، لكن ربما طلبتوا منا نشوفوا صور ديال الست سنوات الماضية ديال برنامج الماتش وأهم لحظات ديال برنامجكم برنامج ماتش فهاد منذ انطلاقه عام 2009. خليكم مع التقرير ديال عبد الله الجعفري. أعزائي الرياضيين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أول عدد من برنامجكم الرياضي الجديد على قناتكم ميديانسات الماتش. هكذا كانت البداية قبل ست سنوات. برنامج رياضي جديد يتلمس خطواته الأولى باحثا عن موقعه في المشهد الإعلامي الوطني والمغاربي، سلاحه الجرأة والموضوعية وسماع الرأي والرأي الآخر. عن أي منتخب نتحدث؟ ليس هناك منتخب مغربي بالصورة الحقيقية أو بالمعنى الحقيقي، هناك مشروع
منتخب. شو لعبوا مع غانا، لعبوا مع الكوت ديفوار، لعبوا مع مالي، لعبوا مع توغو، لعبوا طلع لي زيكيب افريكان. منتخب مغربي هذه ما شاركش في كاس العالم. متفق معك، ولكن هذه اكثر من 30 سنه ما فاز كاس افريقيا. متفق معك، المنتخب المغربي، المنتخب المغربي راه عنده واحد التاريخ وعنده واحد الرصيد البشري وعنده واحد الامكانيات، خصو يدخل هذه الاقصائيات. ماشي انا داخل غنلعب انا عندك الكاميرون ولا عندك الغابون ولا انه، خصو يدخل كمنتخب مرشح ومن بين ابرز المرشحين انه يحضر كاس العالم. ما كاينش على شاشه قناه ميديان سات ولاحقا على شاشه قناه ميديان تي في. وعلى مدار 6 سنوات استضاف بلاتو الماتش العديد من الوجوه الرياضيه ومن مختلف المواقع، والهدف واحد، الرقي بالرياضة المغربية عبر النبش في كل القضايا التي تؤرق المشاهد ويبحث لها عن إجابة. السي بلاطير أعلى سلطة خرج وقال لكم ما عنديش علاقة مع الوزارة ولم يبلغني شيء عن الوزارة، عندي مشكل أو عندنا مشكل ديال التواصل مع الجامعة. مش بقى من تقول هذا الشيء، هذا أعلى سلطة بلاطير قالها. يعني تاريخ الفيفا وكل واحد متتبع عارف هاد الفيفا شنو هي. الفيفا تابع على الدجاجه ديالها، الدجاجه ديالها لا بولوزو دور لي كومبيتيسيون ديالها. الا قربتي ليها راه هي كيطير ليها وكتجبد الطوارئ واكثر من الطوارئ. لكن العقليه ما زالت هي هي. تصور معي بانه حتى في الجمهور العامه السابقه كان يتم انتخاب الرئيس بالتصفيق والدفع نحو تقدم مرشح واحد، وبعد ذلك تعطاه بدعه باطار بدعه شكل المكتبك بنفسك، علما ان هناك قانون. انه في الثقافه ديالنا مادام حنا ما تعودناش على هاد اللعبه الديمقراطيه، فبالنسبه لاي شخص غيتقدم ضد القجع فغيبان بانه عدو ديالو مع نفسه. نعم. غيقولها ما غاديش نخترعوا شي حاجه اللي ما كايناش. كره. نعم. القدم تسير في العديد من الدول وكتحقق نجاحات في اسبانيا، في فرنسا، في المانيا. يعني حنا نمشيو على هذا النهج ديال هاد الدول هذه بالطرق ديالها ديال التسير، الطرق ديالها ديال التكوين، الطرق ديالها ديال يعني تنميه كره القدم في المدن في الحواضر. لكن هناك حاجه الى ان تكون الانديه الوطنيه، الى ان يكون في المشهد الرياضي الوطني نخب رياضيه نستطيع اننا بعين مغمضتين ان نختار منهم من يمكن ان يتولى شان كره القدم اللي هو كيدار بهذه الملايير، هذه الارقام الفلكيه التي نتحدث عنها اليوم. بعين تقنيه. نعم. المستوى ديال كره القدم الوطنيه في القسم الوطني الاول تشابه بكثير المستوى ديال القسم الوطني الثاني. نعم. اي لاعب في القسم الثاني ممكن انه يمارس في القسم الاول، ربما يعني يكون اقل ضغط من القسم الوطني الثاني. برنامج الماتش الذي يطفئ شمعته السادسه وينظر للمستقبل بتفاؤل كان ولا زال منبرا لكل المشاغلين بالشان الرياضي، وان اتته سهام النقد من هنا وهناك لانه ارغد وازبد في وضع اليد على جراح الرياضة الوطنية، فما ذنبه إن اقترن ميلاده مع سنوات عجافة عاشت على إيقاعها الرياضة المغربية؟ شعار التحدي لا زال مرفوعا، والعمل والاجتهاد سيظل سبيلا لبرنامج الماتش الذي لم يعد ناقلا للخبر فقط بل أصبح صانعا للخبر وللحدث الرياضي أيضا. يعني لو جوندارم دو لا بلانيت هاد الفيفا، وهي معصومه من الخطا واللي كديروا كله مزيان وما متابعاش قضائيا وما كانش رشاوي وما كانش وما كانش وما كانش، هاي تعطيناهم الفرصه يبينوا العضلات ديالهم. احنا عطينا كنا الفرصه للفيفا تبين العضلات ديالنا. عينا نقول لك السي فخر الدين، 6 سنين بغيتي تشوفها براسك شي كادو جاينا طويل. لا جبت معايا قالك مناضله. اه جبت معايا مهم الدار. إذا يعني بدر الدين 6 سنوات أنت التحقتي بنا قبل 3 سنوات لما أظن، يعني شنو تقييمك أنت لهذه التجربة؟ لا يمكن إلا أن نقول على أن إضافة نوعية للمشهد الإعلامي الرياضي الوطني مع أحواج هذا المشهد إلى برامج من هذه الطبيعة أو من هذه الطينة اللي هي برامج تناقش تجادل وأيضا تصنع الرأي وأيضا تبذل الرأي في كثير من الأمور والمستجدات ديال الرياضة الوطنية بكثير من المصداقية وأيضا بموضوعية وأيضا بمحاولة وبغيرة وطنية، لأنه المشاهد كنعتقد عندما يختار قناة
ميدي ان تي في ويختار برنامج الباتش بهذه الكثافه، كيختار هذا التوجه اللي قالوا هذا البرنامج على نفسه، لا مقدمه ولا المنشطين ولا ايضا المقدمين ولا المعدين وايضا الطاقم التقني. كان اعتقد على انه شخصيا اكتسبت كثير في تواجدي مع الزملاء من خلال البرنامج، كسبت الود، كسبت الصداقه، وايضا كسبت القدره على اخراج الكثير من الاراء التي كانت حبيسه الفكر وحبيسه الاضلاع واللي ما احوجنا الى اخراجها للراي العام الوطني. يعني قبل ما نعطيك فؤاد الكلمه، نشوفوا بعض الصور ديال يعني الحفل الصغير اللي درنا قبل انطلاق هذا الحصه ديال برنامج الماتش، وهذا احتفال طاقم البرنامج ب يعني الذكرى السادسه لبرنامج. يعني احنا كنشوفوا الصور ديال الاول حصه ديال برنامج الماتش، ربما الاكثر فينا تغيرا هو السي فؤاد. بالفعل مرور السنوات يعني اخذ منا ما اخذ، ولكن مازال زاد قبل كيقول الله يجعل اخرنا احسن منا. لا ربما كما شفنا في اول في الحلقه الاولى يعني كان هناك ربما حوار ساخن، كانت هناك ربما لان كانت هناك ربما اراء متباينه والكل كي يدلو بدلوه يعني من بين الزملاء زميل خالد ياسين ولا يعني طيب ذكر وايضا اللاعب الدولي السابق عزيز بنيج. يعني الرغبه كانت انه يكون هناك تكون هناك حوارات، يكون هناك تمحيص ودراسه للوضع الرياضي في المنطقه ديالنا في المغرب، وضع هذا الوضع الرياضي تحت المجهر، محاوله النبش في هذا الوضع، وايضا ربما حسب الكل حسب الاراء ديالو انه يبين ما يمكن تبيانه، انتقاد ما يمكن انتقاده، والانتقاد هنا لا يعني انتقاد سلبي، ربما كانت هناك ايضا انتقاد ايجابي لكل خطوه ترمي للرفع من يعني المردود الرياضي ديال الرياضي المغاربه بشكل عام. شفنا انه الضيوف اللي تعاقبوا كل عديد من نجوم الرياضه المغربيه بكل الانواع ديالها بكل المشارب ديالها تعاقبوا ويعني حطوا الرحال معنا هنا في الاستوديو، وكانت هناك رغبه اننا نوضحوا الاهم بالنسبه لنا هو نوضحوا للراي العام كل ما يفتعل في الساحة الرياضية. ربما أصبنا في بعض الأحيان وربما نخطئ في أحيان أخرى، لكن الرغبة ربما اللي كتسكننا أننا نطوروا هذا المنتوج أنه يبقى ليس فقط المستوى ديالو، ولكن ربما أنه يقدر يتحسن مع السنوات القادمة، وهذه ربما الرغبة اللي كتسكننا جميعا. هذه الرغبة كتسكننا يعني جميعا. احنا كنشوفوا يعني الصورة ديال السي فؤاد الحناوي، يعني الصورة اللي تبات قبل لاحظ يعني لاحظ لاحظ الفرق بين الصورتين قبل وما بعد. شكرا اذا للزملاء بدر الدين الادريسي وفؤاد الحناوي، الشكر كذلك لفخر الدين. لما انا فكرت يعني في هذه الحصه والضيف في هذه الحصه ديال يعني الذكرى السادسه لبرنامج الماتش، صراحه كنت طامع في يعني شي كادو، لان اخر مره كنت جيتي لنا عندنا جبت لنا كوب دي موند. صراحه والله العظيم تبقى القضيه دابا المشكله كاع الاذاعات كيخلصوا، حنا خصنا نبيتي ويخلص ما تبدلوا زعما السنه السابعه عشر ان شاء الله يكون فيها واحد. عاوتاني ما كاينش شي حاجه اكثر من كاس العالم. كاس العالم نقولوا ما كاينش شي حاجه اكثر من كاس العالم. انا غير كاضافه سي جلال، يمكن ما راه اي حاجه كتنجح المصداقيه. نعم حتى ولو قال فؤاد واحد الكلمه حتى لما كانتش ب 60 ب 70% ولا 80 على الاقل تكون بواحد النسبه اللي هي هذا، لان اي جمهور اي متتبع ما كيبغيش اللغه ديال الخشب، تيبغي المعقول وتيبغي المصداقيه. ونتمنى حد سعيد للبرنامج. شكرا فخر الدين، نلتقي يوم الاحد القادم في عدد جديد من برنامج ماتش. الى اللقاء.